بعض يدعي أن الغناء وغذاء الروح. حبيبي أقول لك غذاء الروح شيئين، أما أن يسبب الفساد وأما أن يسبب الكمال. الغناء غذاء الروح الإفسادي التسافلي، غذاء الروح التكاملي هو القرآن الكريم. اقرأ آيات القرآن وتمعن بها وانظر ما فيها من غذاء للروح. كلام المعصومين غذاء للروح، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، إذا تقول أن الغناء موافق للحرية، أقول لك إزعاج الآخرين مو موافق للحرية حبيبي. أتصور أنا أنت من محبي الغناء وأنا أفتح لك قرآن، ما راح تنزعج؟ أنت علماني أفتح لك قرآن بصوت عالي، ما راح تنزعج؟ إزعاج الآخرين بكل الأمور شنو؟ محرم، ممنوع، بس قانون واضح ممنوع. ما يصير مثل واحد مثلا يخرج في الشارع ويرمي طلقات ناريه، هذا موافق للحريه؟ ممنوع. اذا هذا هم ايضا شنو؟ ممنوع. افساد عقول الناس دينيا شنو؟ ممنوع. التشبه بالغرب ممنوع، لكن لا تحتج بالحريه حبيبي.